ودورها في تتميم مسير الله من خلال اللي تقدمه من خدمات. تخيلوا كيف لو مضينا نحو رؤيتنا 2040، كم ستكون عمان عظيمة حقا يومها، وشركة عمان داتا بارك جزء لا يتجزأ من مسيرة هذا الوطن. طبعا اليوم تعتبر الذكرى العاشرة لمسيرة عمان داتا بارك، أنشئت في 2012، ومن ذلك الوقت وطاقم عماني بالكامل يعمل ليل نهار لإدخال أحدث التكنولوجيا، أحدث التقنيات في السلطنة للمساهمة في الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة. فطبعا عمان داتا بارك اليوم تخدم أكثر من 600 جهة في الأنظمة السحابية، كل البيانات موجودة داخل السلطنة، والآن نتطلع كذلك إلى مسيرة متقدمة في الأمن السيبراني وكذلك في الذكاء الاصطناعي، وهذا المستقبل إن شاء الله، خصوصا في قطاعات حيوية مثل قطاع النفط والغاز، قطاع كذلك التعدين، قطاع اللوجستيات، وقطاع البنوك، وقطاعات خدمية أخرى. اليوم يعتبر يوم إنجاز كبير حقيقة لأحد الشركات الرائدة في السلطنة، وهي تجربة ناجحة الحمد لله بكافة المقاييس. ونتطلع إن شاء الله أن الفترة القادمة أن كذلك نخدم فيها دول أخرى، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي إن شاء الله. نحتفل اليوم مع عمان داتا بارك بالذكرى العاشرة لأول مزود لخدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي في السلطنة. ويسعدنا أن نعلن عن توقيع اتفاقية مشتركة لإنشاء مركز بيانات جديد في ولاية نزوة بسعة 2.2 ميجاوات، واللي يشكل أكثر من 400 كابينة لاستضافة البيانات السحابية واستضافة الشركات المعززة للخدمات السحابية. أولاً نشكر عمان داتا بارك على الدعوة الكريمة بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس الشركة. طبعاً نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم بين شركة شلمبرجير وعمان داتا بارك لاستخدام الكلاود المحلي لتطوير تقنيات الديجيتال في قطاع الطاقة. طبعاً هذه المذكرة ستساهم في خلق فرص لتطوير التقنيات مع الشركات المشغلة في قطاع الطاقة في عمان. وطبعا خلال المرحلة القادمة هذه المذكرة ستساهم في خلق فرص لتطوير الحفر لسرعة الإنتاج وتقليل من المخاطر المترتبة في هذه الحقول مع خفض الانبعاث الكربوني. شكرا.